الاف يعني فلوريسنس، معناها عندها قابليه انه هي تمتص اليوفي لايت. زين، حتى نقدر نستخدم هاي الطريقه بالديتكشن مال السبوت. الطريقه الثانيه اللي هي الايودين فيبر، تيز يوز اكستنسيفلي از يونيفرسال ريجنت فور اورجانيك كومباوند، اللي تحتوي ان ساتوريشن، يعني تحتوي على ان ساتوريتد بوند. زين، يعني مو اي كومباوند نقدر نستخدم له الايودين فيبر. اكثر شيء اللي تحتوي على ان ساتوريشن جماعه البنزين وغيرها. زين، لهذا هاي الطريقه اكثر شيء يستخدموها اهل الكيمياء. ليش يستخدموها؟ يستخدموها حتى يكشفون على المركبات الجديده. هم مو يصنعون مركبات، خلال التصنيع يسوون شنو تي ار سي. وشلون يكشفون عن المركبات مالتهم الجديده؟ يسووا بالايودين فيبر، يشوفون فعلا طلع اكو مركب جديد، طلعت سبوته جديده. زين، فكرته شنو؟ انه هو عباره عن جار زجاجي، زين، بس يكون كلش محكم، نخله بالقاعده مالته ماده الايودين. زين، بعدين نخلي تي ار سي بليد. الجار مسدود، ايش راح يصير؟ هاي الايودين راح يتبخر، راح تصعد الابخره على تي ار سي بليد. زين، راح تتفاعل ويا الماده وتعطينا لون جوزي، براون كلر، دارك براون كلر. زين، الايودين هذا نفسه اللي احنا مرات نستخدمه للتعقيم مال الجروح، نفس اللون تقريبا. زين، هاي فكرته، بس احنا كلش قليل نستخدمه بالعقاقير، احنا اكثر شيء نستخدم اليوفي او نستخدم كيميكال ريجنت. او الطريقه اللي بعدها انه احنا نسوي سبراينج ذا بليت وذ كونستريتد H2SO4 which upon warming will charge the sample component leaving a black spot. يعني شو نسوي؟ نرش البليته ب H2SO4 مركز. هذا ايش راح يسوي ل H2SO4؟ راح يحرق السامبل، يحرقه ويسوي لنا اياه السبوته مالته سوداء حتى نعرف. بس هاي ما نقدر نستخدمها، ليش؟ لان H2SO4 مركز احتمال يخرب الماده. زين، او مرات اصلا يحرقها للبليته. اذا كانت البليته، اذا كان بيبر كروماتوغرافي ما نقدر نستخدم هاي الطريقه، لان H2SO4 هو ماده حارقه والبيبر كروماتوغرافي هي عباره عن سيلولوز فراح تحترق. زين، فهاي قليل نستخدمها ال H2SO4. بعد الطريقه نستخدم different separating reagents are used to detect different compounds. هاي الطريقة نسحلها chemical method. chemical method، ليش chemical method؟ معناها انه احنا راح نرش البليتة بريجنت معين، هذا الريجنت شو يسوي؟ يتفاعل ويا السامبل مالتنا ينطينا لون معين. زين، هاي نسحلها chemical method. زين، اول شيء، اول سبراي ريجنت نستخدمه او المعتادين نستخدمه بالالكالويد هو الدراجن دروف. دراجن دروف سبراي ريجنت يوز فور ذا ديتكشن اوف الكالويد. دراجن دروف اسم عالم، هو هذا سواه، هذا الريجنت يتكون من عده مواد تحضيرتها موجوده يعني ستاندر. زين، هذا شو نسوي؟ اذا عندنا احنا الكالويد ونريد نكشف هل فعلا هو موجود على التي ال سي بليت، ورا ما نخلص التي ال سي نطلعها من الجار ونجففها، نجي نرشها. زين، شلون الرشاش مال الاوتي؟ نرشها بالدرانج دروب. اذا نطت سبوتات برتقاليه، زين، اذا نطت اورنج كلر معناها انه موجود الالكالويد. زين، اذا نطت اورنج كلر معناها انه الالكالويد موجود. زين، اثنين الفانيلين يعني H2SO4، هذا نستخدمه بجماعه الستيرويدات والتيربينات، ستيرويد وتيربين. الفانيلين ايش راح نسوي هنا؟ شلون نقول فانيلين H2SO4؟ طبعا الفانيلين 1% نسبته، ال H2SO4 نسبته 10%. اول ما نطلع البليته من الجار ونريد نكشف انه هي موجوده تحتوي على ستيرويد او على تيربين، شو نسوي؟ نجففها. اول شيء نبدا نرشها بالفانيلين اللي هو نسبته 1%، بعدها مباشرة نرشها ب H2SO4 مو مركز طبعا 10%. زين، وين نحطها؟ ندخلها بالاوفن. زين، راح يطلع لنا لون purple color، يعني لون بنفسجي
purple color. معناها موجود الستيرويد أو التربي. هذا الفانيلين reagent. بعد عندنا إن antimony trichloride spray reagent used for the detection of steroid. هذا أيضا هم نستخدمه بس قليل نستخدمه لأن ما متوفر دائما. نستخدم دائما الفانيلين بالH2SO4. زين يقول color compound are easily detected by their color. طبعا أكو هواية بعد reagents بس هي هاي تقريبا الستاندر اللي إحنا نستخدمها. عندنا مايور ريجنت هواية عندنا بعد عندنا فرق كلورايد زين بس هاي اكثر الانواع اللي نستخدمها ككيميكال ريجنت. هسه تشوفون هذا هنا سيبريشن مود هاي التي ال سي بليت تشوفون هاي الاسهم سبوتات وحده مدوره وحده مربعه هاي ديفرنت كومباوند انفصلت زين هاي different compound انفصلت. تشوفون هذا الخط الجوه هو البيز لاين والخط الفوق هو solvent front او الفرونت لاين زين وهاي تشوفون شلون متبعثره هنا السبوتات معناها هي هاي تم الفصل. هذا كله تصحيح للكروماتوغرام. كروماتوغرام هاي البليتات اللي هي تي ال سي بليت هواي اكو احجام هسه هاي 10 في 10 زين هاي 10 في 10 تشوفون شلون شكلها ابيض هذا السيليكا جل مكبوسه او صار لها سبريدنج او سبورت على اما الومنيوم بليت او على على جلاس بليت. هاي بعد رسم توضيحي اكثر تشوفون هنا الاليوينت اللي هو السولفنت زين شلون يصعد يصعد وياها هاي المواد تتنفصل الالوان زين وهذا الخط اللي منه مؤشر هو maximum distance the eluent to travel يصعد من البيز لاين للفرونت لاين هاي اقصى شيء يصعده الموبايل فيس ما نريد احنا دائما السبوتات توصل للفرونت لاين من توصل للفرونت لاين ما محدد هاي يعني هسه راح ناخذ الـ RF value ونشوف قيمته ايش قد الـ RF value اللي هي شلون نقيس هاي فد باراميتر نقيس بيها الكروماتوغرام داتا زين كل ما كانت اقل من الفرونت لاين السبوتات كل ما كانت احسن. هنا تشوفون هنا تي ال سي بليت هاي شوفوا هاي مصبوبه بالايد بدا تشوفون الحواف مالتها ما مضبوطه زين حتى الثيكنس مالتها ما مضبوط لهذا احنا لازم من نصب البليتات زين يكون اول شيء السلاري يكون متجانس زين ومن نسوي سبريدنج نسوي بصوره متجانسه حتى نحصل على يونيفورم ثيكنس. هاي تحت اليو في تشوفون هاي تي ال سي بليت هاي تحت جهاز اليو في تشوفون شلون شعت البليته وظهرت السبوتات زين باللون الاسود هاي تحت اليوفي. هسه شلون نقيس الميجرمنت اوف كروماتوغرافيك داتا several parameters should be measured to identify the separated spot. يقول one of the important methods used to identify the separated component هو استخدام standard material that could be spotted between the spots of the unknown component. يعني معناها شنو؟ معناها انه احنا نجيب مادة قياسية او مادة سحولها ستاندرد. مثلا نريد نكشف عن مادة مثلا اسمها الكافايك اسيد نوع من انواع الفينولات. زين نريد نشوف مالتنا سامبل يحتوي على هذا الكافايك اسيد شو نسوي احنا؟ نجيب سبوتة من هذا الكافايك اسيد اللي هو ستاندرد زين من اقول ستاندر يعني البيورتي مالته عاليه اسوي سبوت بين السبوتات مالت السامبل زين ايش راح يصير اذا صعد الكفايك الى مسافه ويا وحده من السبوتات مالت السامبل نفس المسافه معناها هو موجود فعلا ده بهذا السامبل زين شلون راح اتاكد اني اكو فد باراميتر اطلق عليه الRF value هسه تشوفون هنا هذا الستارت بوينت وهذا الفرونت لاين وهاي السبوتات تحركت
زين تشوفون هاي المسافة، يقول هاي distance solvent front move 66 ملم، يعني 6.6 سنتيمتر تقريبا. زين هاي المسافة اللي من الفرونت من البيز لاين للفرونت لاين. زين نرجع نقيس كل سبوتة طلعت، نقيس لها شقد تحركت. طبعا منين نقيس؟ منين؟ من البيز لاين. نقيس من البيز لاين. اخاف بالامتحان ركزوا اجيب لكم انه سبوتة تحركت من الايدج اوف بليت، شو تسوون؟ واقول لكم البيز لاين شقد ارتفاعها، تنقصون هاي المسافة. المسافة هاي الجوة تتنقص. طلاب وياي؟ هذه دكتورة بس يعني شلون ننقصها؟ هسه ايش تشوفون؟ هسه هاي التي ار سي بليت تشوفوها؟ تشوفون هسه انا دا اشر بالاحمر. نعم دكتورة. اذا قلت لكم السبوت اتحركت منه من الايدج، يعني من الحافه مال من مال التي ار سي بليت، شو تسوون انتو؟ هذا غلط. لازم شو تسوون؟ تنقصون هاي المسافه اللي هي البيز لاين، اللي هي انا حدد لكم اياها بالامتحان 1.5 او 2 سنتيم. اذا انا ما حددت لكم اياها تنقصون 2. زين اللي احنا قلنا نتركها من جوا. زين حتى ليش قلنا ليش نتركها لهاي المسافه ونحدد البيز لاين؟ بكتها فاطمه كاظم جاوبتني حتى ما تخطط الاستباطات. بالضبط. زين فاذا اقول لكم حركه من الايدج شو تسوون انتم؟ تنقصون هاي المسافه. يعني مثلا اقول لكم تحركت 14 سنتيم، شو تقولون؟ 14 ناقص 2 تبقى 12. زين فتحطون ببالكم هذا الشيء. او اقول لكم السولفنت تتحرك مثلا ثلاث ارباع البليتي، واعطيكم طول البليتي، انتم شو تسوون؟ انتم شو تسوون؟ تسوون ثلاث ارباع في طول البليتي، تطلعون المسافه اللي تحركها السولفنت. تمام؟ زين؟ بعدين تبدون تقيسون كل، طبعا انا راح اقول لكم اذا السبوتات هالقد تحركت وهاي هالقد تحركت، انتم راح تطلعون لي الار اف فاليو. هسه راح نعطيكم هم من امثله. شنو هو هذا الار اف؟ يقول ذا امبورتنت باراميتر ميجر هو الار اف فاليو. زين اللي هو سحوله ريتارديشن فاليو. اللي هو شنو هو؟ منين جاي؟ هو عباره عن ديستنس موفد باي ذا سوليوت على الديستنس موفد باي ذا سولفنت، يعني المسافه اللي تحركها كل ماده على المسافه اللي تحركها السولفنت. طبعا المسافه اللي تحركها السولفنت هي ثابته من البيز لاين للفرونت لاين. زين المسافه اللي تحركها السولفنت ثابته، بينما المسافه اللي تحركها كل سامبل طبعا مختلفه. ليش؟ يعني كل ماده تختلف عن الماده اللي قبلها او اللي بعدها. زين هذا قانون الار اف فاليو، قانون هو المسافه اللي تتحركها السوليوت من البيز لاين، خلوا ببالكم كله من البيز لاين، على المسافه اللي تحركها السولفنت. زين ايضا من البيز لاين. الار اف فاليو could be one or less than one. طبعا هي الار اف فاليو موجوده documented، يعني من تروحون كتب العقاقير تفتحون نهايه الكتاب اكو جداول زين مكتوب الار اف، يعني كل ماده لها ار اف خاص بيها. زين كل ماده لها ار اف خاص بيها، بس شرط انه احنا نثبت الكونديشن. زين كل ماده لها ار اف خاص بيها. مرات تشوفون مادتين عندها نفس الار اف، بس مو شرط انه هي نفس الشيء. زين نوت ديفينتلي انه هي نفس الشيء. زين شنو هو الار اف وش قد تكون قيمته؟ قيمته طبعا تكون زين من الصفر للواحد هو، بس الايديال فاليو له تكون بين شنو؟ بين 0.2 الى 0.8. الفاليو مالته الايديال اللي هي تكون زينه، يعني انه هي نقطه فصل جيد، لما ينطينا الار اف فاليو بين 0.2 الى 0.8.
زين. من يكون صفر هذا مو محدد او مو زين، معناها انه الماده بقت على البيزلاين ما تحركت. ومن يكون واحد زين معناها انه الماده وين صارت، انه الماده تحركت ويا الموبايل فيس نفس المسافه، واحنا هذا الشيء هم نريده. زين، فدائما الصفر والواحد ما مفضل، دائما الايديال فاليو اللي هو 0.2 الى 0.8 هو اللي يكون مفضل. زين، اذا عندنا ستاندرد ماتيريال is used then another parameter is measured اللي هو الRx. الRx اللي هو distance moved by the sample على distance moved by the reference. يعني هذا الRx شنو؟ هذا شلون نقارن بين السامبل وبين الرفرنس اللي احنا حطيناه اللي هي الستاندرد ماتيريال. زين، اذا الRx واحد معناها انه السامبل والرفرنس could be the same especially if this sample and reference give Rx value واحد in different solvent system. يعني هذا الRx نستخدمه حتى نشوف هل فعلا هاي السامبل مالتنا متطابق ويا الريفرنس، نقيس لهم الRF ونشوف نقسم هذا على هذا. طبعا اذا تشوفون انه ديستنس على ديستنس اذا ما بي وحدات. زين، من يكون ديستنس على ديستنس ما بي وحدات، هذا الRx. الRx يختلف عن الRF، الRx مقارنة بين السامبل والستاندرد او الريفرنس، بينما الRF مقارنة بين من؟ بين السامبل والسولفنت. زين، والفاينالي the developed plate is traced on a tracing paper to be kept as document. طبعا نحفظها. زين، نضمها. This tracing paper is called the chromatogram on which all the material and parameter used in the development of the plate is written. زين، هنا شنو الادزوربنت اللي نستخدمه؟ لازم نكون مثبت، نستخدم سيليكا او غيرها. سولفنت سيستم نعطي رقم، احنا دائما شو نسوي؟ هو مو سولفنت سيستم، نقول اس واحد مثلا، اس 2، اس 3، يعني هذا نثبت على بليته. زين، حتى نعرف انه احنا بيا موبايل فيس اشتغلنا. السامبل يوز ايضا من يسوي البيز لاين ونحط المواد، نكتب لي جوا اسماء المواد حتى لو نكتب مختصرات، او احنا نكون سابقا السامبل مالتنا مرقمين فنعطيها ارقام معينه. زين، الريفرنس ماتيريال ايضا استخدمناها ايضا نثبتها، اما نعطيها رقم او نكتب اسمها. والسبريري ايجنت ايضا راح نستخدمه بالبدايه، نحدد هل راح نستخدم اليوفي او راح نستخدم كيميكال ريجنت. زين، هاي كل هالاشياء نثبتها بالكروماتوغرام حتى نعرف احنا شنو الاشياء اللي استخدمناها وتكون مثبت عندنا. شنو هي الفاكتور اللي تاثر على تي ال سي؟ طبعا قبلها شنو هي الفاكتور برايكم تاثر على الار اف؟ من يعرف شنو هي الفاكتورات اللي باعتقادكم تاثر على الار اف، على قيمه الار اف؟ نوع السامبل والموبايل فيس بعد. تمبرتشر باعتقادكم تأثر لو لا؟ درجة حرارة المختبر أو درجة حرارة الغرفة؟ نعم دكتورة تأثر، لأن احنا قلنا أن الظروف إذا ثابتة فهي راح تطلع القيمة حسب الظروف. اي اذا هواي اكو عوامل تاثر على الار اف فاليو، نوع السامبل، نوع الموبايل فيس، التمبرتشر، زين، نوع السيليكا، حتى الايجنج. يعني شنو الايجنج؟ يعني اذا كانت مثلا البليته قديمه، زين، حتى البليته يصير بها اكسباير. مرات تشوفون البليته من درج نستخدمها صار لونها اصفر، معناها هاي قديمه، هاي ايضا همينه تاثر على قيمه الار اف فاليو. اذا هواي عوامل تأثر على قيمة الـ RF value. زين، هسه راح نجي ناخذ الفاكتورات. الـ RF value كلش مهم كبارامتر داتا. زين، هواي من يمر عليكم الـ TLC انه من نخلص الكرومات نقيس الـ RF value، وهذا لازم يكون مثبت عندنا. زين، لأن اول ما يسألك يقول لك شلون سويت لها ديتكشن المادة، تقول له استخدمت فلان ريجنت، تقول له اوكي استخدمت، وبعدين قست الار اف، وش قد الار اف،
قارنته بالجداول زين فالار اف فاليو كلش باراميتر مهم. نجي على الفاكتور اللي تاثر على المايجريشن اوف سوليوت بالتي ال سي. شنو هي الفاكتورات اللي تاثر على الفصل بالتي ال سي؟ مايجريشن يعناها الفصل. اول شيء طبيعه الادزوربنت. الادزوربنت هو من هو؟ هو الستيشنري فيز او هو الريتارديشن فورس زين. طبعا بي اكو سترونج واكو اور اكتيف واكو ميديوم اكتيفيتي واكو ويك اكتيفيتي زين. اذا عده انواع بي، اكو سترونج واكو ميديوم واكو ويك اكتيفيتي زين. اثنين طبيعه السولفنت، فلوينج ذا اليوتينج باور اوف ذا سولفنت. طبيعه السولفنت، هل هو السولفنت بولر نون بولر سيمي بولر؟ هاي معناها اليوتينج باور اوف ذا سولفنت. ثلاثه طبيعه السوليوت، اعتمادا على المولكيولار ويت مالته، الفانكشنال جروب، الكونفيجوريشن زين. اعتمادا على شنو؟ على هو الستراكشر مالته شنو، ايش يحتوي على فانكشنال جروب، هل يكون ايزومر، هل يكون كونفيجوريشن مالته. اخذت شنو كونفيجوريشن وشنو ايزومر بالكيمياء لو بعد؟ اخذناها دكتور، اخذت ستيريو كيمستري مو صحيح؟ مو اكو انانشيومير اكو دايستيريومير زين. هاي كلها تفرق بالتي ار سي زين، لان حسب مالتها الكيميكال بروبرتي والفيزيكال بروبرتي. هاي طبيعه السوليوت. هسه راح نجي ناخذ كل واحد بواحد. اول شيء نجي على الادزوربنت. يقول الادزوربنت باور اوف ماتيريال يعتمد على الكيميكال نيتشر اوف ذا سيرفيس اند ذا بارتيكل سايز اند موستشر كونتنت. اذا طبيعه الادزوربنت باور مات الماتيريال تعتمد على ثلاث شغلات، الكيميكال نيتشر اوف ذا سيرفيس يعني طبيعه السيرفيس مالته زين، البارتيكل سايز مال من مال الباودر مال الادزوربنت، والموستشر كونتنت الموجوده بيه زين. يقول البارتيكل سايز شو يحدد؟ يقول يحدد السيرفيس اريا، معناها يحدد الاكتيف سايد، عدد الاكتيف سايد الموجوده. يقول ذا مور فاين باودر از ذا مور از ذا سيرفيس اريا. وقلنا احنا انه كل ما البارتيكل سايز تقل كل ما السيرفيس اريا تزيد. معناها صار هنا، معناها صار الادزوربنت بيكام سترونجر. يعني شنو؟ يعني كل ما البارتيكل سايز تقل كل ما يكون الادزوربنت اقوى. ليش؟ لان السيرفيس اريا مالته راح تزيد والاكتيف سايت الموجوده عليه ايضا راح تزيد. هاي اول خاصيه. In general chromatographic adsorbent as used as a standard particle size. طبعا يقول adsorbent used لل TLC on fine particle size than the adsorbent يستخدم لكولوم كروماتوغرافي. اذا البارتيكل سايز هذا الشيء مهم. بارتيكل سايز من نجي تجي العلب مكتوب عليها سيليكا جول 4 وات، مثلا اكو سيليكا جول 4 تي ال سي مكتوب عليها، اكو سيليكا جول 4 كولوم. شنو اللي يحدد هاي السيليكا 4 تي ال سي وهاي 4 كولوم؟ البارتيكل زين. يقول دائما البارتيكل سايز مالت السيليكا اللي نستخدمها بالتي ال سي بتكون فاين بارتيكل سايز دان الادزوربنت 4 كولوم، يعني معناها البارتيكل سايز مالتها اقل من البارتيكل سايز اللي نستخدمها للكولوم كروماتوغرافي زين. هاي طبعا اكو ستاندرد بارتيكل سايز، يعني قياسات كل وحده لها قياس خاص بيها، بس المهم ان نعرفه انه البارتيكل سايز للتي ال سي يكون اقل من البارتيكل سايز للكولوم كروماتوغرافي. هاي خلوها ببالكم. اكزامبل على كومن ادزوربنت اللي احنا نستخدمها ان ديكريزينج اوردر of absorption power. يعني شنو decreasing؟ يعني من الاقوى للاقل. اقوى وحده اللي هي الالومينه، ماده اسمها الالومينه. اثنين السيليكا جل اللي احنا اكثر شيوعا الاستخدام، مغنيسيا، كالسيوم كربونيت، السكروز والستارتش والباودر سيلولوز زين. اذا اقوى اثنين هي الالومينه والسيليكا، واقل اثنين هي الستارتش والسيلولوز زين. وقلنا شنو اللي يحدد الادزوربشن باور؟ هو حجم البارتيكل سايز. كل ما كان فاين بارتيكل سايز كل ما كانت السيرفيس اريا اكثر، كل ما كانت الاكتيف سايد اكثر، كل ما كان الادزوربشن باور مالت الادزوربنت مور سترونجر.
It is usually preferable to use an adsorbent with binder. ليش سأقلت لكم إنه إحنا نستخدم سيليكا جل نحط لها بايندر. شنو البايندر هذا؟ اسمه جبسم. شلون إحنا من نحط الجبس هذا اللي يحطوه بالبناء اللي يكمش المواد مرات؟ زين، نفس الشيء بالسيليكا حطون بها مادة صفلها البايندر اللي هي الجبسم. لهذا من تجي مرات على الباكيت مكتوب سيليكا جل جي اف، هاي الجي معناها البايندر اللي هو نوع الجبسم. زين، من تشوفون سيليكا مكتوب يمها جي اف، زين 254 مثلا، الجي هو هذا الجبسم اللي هو البايندر، والاف اللي هو الفلوريسنس يشع تحت 254 ويف لينك. زين، ليش هنا أنا يقول is added to help in setting the adsorbent a shorter time than the material without binder. For this reason, adsorbent having binder should be immediately separate once the slurry is prepared, otherwise it's hard to separate. يعني شنو؟ إنه إحنا ليش نخلي هذا البايندر حتى يقوي من ترابط السيليكا جل؟ بس شنو شرط إنه إحنا أول ما نحضر السلاري ونحط له البايندر رأسا نسوي له شنو؟ سبريدنج. لأن إذا تأخرنا راح يصير هارد وبعد ما نقدر نسوي له سبريدنج. زين؟ إذا هاي فائدة الجبسم إنه هو شو يسوي؟ يربط المادة ويثبتها بصورة أسرع من ما كان ماكو جبسم أو ماكو بايندر. زين، نيجي على adsorbent are classified into polar, medium polar, non-polar. On non-polar اللي هو ال weak, the interaction between the solute and the adsorbent depend on the physical forces اللي هي van der Waals forces. زين، هاي طبعا كلها كنورمال فيس. إذا أردنا نسوي ريفيرس فيس شو نسوي؟ قلنا يقول بحالة البولار adsorbent the dipole-dipole interaction and hydrogen bonding between the active site on the solid surface and the solute will act and help in retention. The polar adsorbent are very strong adsorbent and much stronger than the medium polar or non-polar adsorbent. طبعا أقوى اثنين هن السيليكا والألومينيوم، واثنيناتهم من تجون تشوفون مالتهم الستركتشر راح تشوفون انهم يحتوون على هايلي او اتش جروب، هايلي او اتش جروب اللي هي تنطيهم مالتهم الهايلي بولاريتي. لهذا السيليكا تعتبر هايلي بولار، هايلي بولار. The strength of particular adsorbent may be changed by the particle size. نقدر نغيره إذا غيرنا ال particle size أو its moisture content. The particle size determines the surface area and the number of active sites because solid surface increases with increasing the surface area. For this reason, the more fine, the more is the surface area. وهي عرفناها. قلنا لأن كل ما ال particle size تقل كل ما surface area تزيد وكل ما النمبر مع الاكتيف سايت يزيد. Polar adsorbent like a silica gel contain free moisture which is held together by hydrogen bonding. زين، نجي على السيليكا. السيليكا جل مهمة لان احنا اكثر شيء نستخدم السيليكا. يقول السيليكا ايش تحتوي؟ تحتوي على free moisture اللي هي held together by hydrogen bonding. زين، تحتوي على free moisture which is held together by hydrogen bonding. By heating part or sometimes all the moisture may be removed. For this reason, the nature of adsorbent may be changed after removal of water from and hence the type of chromatography from partition to adsorption. وقلنا جبت لكم بلي شنو هي الاشياء اللي نستخدمها حتى نحول الميكانيزم من partition الى adsorption. زين، اكثر شيء هي الهيت او الاوفن، كل هاي الاشياء تحول الميكانيزم. شلون تحولها؟ تزيل الووتر مولكيول، تزيل الووتر مولكيول او المويستشر من الادزوربنت او من الستيشنري فيس. زين، هنا قلنا هاي المويستشر ايش راح يصير بيها؟ وحده ويا الثانيه مربوطه بهيدروجين بوند. احنا من راح نجي نحط لها بالحراره شو يصير؟ راح نكسر هاي الهيدروجين بوند ونحرر الووتر مولكيول. زين، هاي العمليه سهولها الاكتيفيشن. الاكتيفيشن
البارتيشن يقول the adsorbent contain from 10 إلى 20% of free moisture while in the adsorption the adsorbent contain من 4 إلى 6% free moisture. زين اذا يقول نسبه بالبارتيشن تكون نسبه المويستشر من 10 الى 20% بينما بحاله الادزوربشن تكون 4 الى 6. شوف الفرق. زين of free moisture. For this reason it is necessary to activate the TLC plate after separating the celery حتى نتاكد من ازاله الووتر وحتى نحول الادزوربنت to an active adsorbent. Hence the system will be changed from partition to adsorption. زين سوي له اكتيفيشن حتى نزيل هاي المويستشر ونحول الميكانيزم من بارتيشن الى ادزوربشن. حنزيلكم في سؤال بسيط وتشوفوا شلون تحلوه. إن 2 TLC plates were prepared using a slurry of silica gel زائد water. One plate was heated 100 درجة مئوية 30 minutes and the other was left to be dried at room temperature. يقول what type of chromatography will take place on each plate and explain why. منو يجاوبني؟ طلاب وياي زينة. نعم دكتورة. وصل السؤال؟ اي دكتورة بس ده اقربي. دكتورة عندنا هذا اللي نسوي له تجفيف يتحول يصير adsorption وذاك يصير partition. عافية. إذا تقولوا لي بحالة TLC اللي إحنا نستخدم نسلري سيليكا جل اللي راح نجففها راح يتحول إلى adsorption واللي ما راح نجففها راح تبقى partition. زين؟ لأن ليش partition؟ لأن هنا راح تكون نسبة المويستشر عالية لأن إحنا مستخدمين سلري من سيليكا جل and water. زين فراح تكون نسبة المويستشر عالية بينما اللي حطيناه بالأوفن على 100 درجة و30 منت راح يجف هذا الووتر مولكيول راح نسوي اكتيفيشن معناها راح نزيل الووتر مولكيول. زين راح نحرر الووتر مولكيول مثل ما قلنا انه هي مرتبطة بهيدروجين بوند. زين فراح نحررها وراح نحول الميكانيزم او نوع الكروماتوغرافي من بارتيشن الى ادزوربشن. نجي على طبيعة السولفنت. يقول solvent may be graded into series according to their power of elution. The more polar is the greater is the eluting power of that solvent. For this reason, the adsorption of solutes on an adsorbent will be very high starting from very non-polar solvent up to the list of polarity. زين هنا ايش يقول؟ يقول solvent graded يعني شنو graded؟ يعني يتدرج باليوتينج باور مالته زين حسب البولاريه مالته من البولار الى النون بولار. زين هنا أنا طبعا شنو البولاريه راح تاثر على الفصل. اذا كانت الماده اللي احنا نريد نفصلها بولار لازم نستخدم سولفنت بولار. ليش؟ لان كل ما كان الانتر اكشن مالت الماده
ويا السولفنج اعلى من الانتراكشن ويا الستيشنري فيس راح يكون الفصل افضل. زين لهذا احنا لازم نتحكم هنا بالسولفنت، لازم نتحكم بالسولفنت. نتحكم شلون بالسولفنت؟ نتحكم بالبولاريه مالته. يعني احنا قلنا دائما من نحضر سولفنت هنا نقول the weak migration if a solute is due to weak solute solvent interaction in an open column chromatography TLC when polar solvent is added to the system it will push the solute up the plate depending upon the nature of the solute and therefore the RF value of the solute will be increased. إذن إحنا حتى نزيد ال RF value مالت المادة بال TLC شو نسوي؟ نزيد البولارية مالنا مالت السولفنت. ليش؟ لأن من نزيد البولارية راح ندفع المادة زين لي فوق وبالتالي نزيد ال RF value مالتها، يعني نزيد المسافة اللي تتحركها من البيزلاين. زين؟ شوفوا هاي هنا عندنا different solvent could be graded according to their eluting power. هاي لازم يكونون عندكم دراية بيها اما تحفظوه او تفهموه. المهم انه لازم تعرفون انه البتروليوم ايثر هو non-polar، السايكلوهكزين non-polar، التلوين non-polar، البنزين كنا نعرف non-polar. زين بس هاي شنو بالتدرج، يعني تشوفون من non-polar الى اخر شيء polar. يعني احنا اول شيء نبدأ non-polar، النام بولاري هنا راح تكون عاليه، بعدين راح تبدي تتدرج توصل مثلا للاثيل اسيتيت. الاثيل اسيتيت يصيحوا له زين يصيحوا له سيمي بولار او ميديوم بولاريتي. زين لا هو نام بولار ولا هو بولار، البولاريه ما تشبيها متوسطه. زين وراها نبدي الاسيتون اللي هو البولاريه مالته اعلى، الان بروبانول، ايثانول والووتر والبايريدين والاسيتيك اسيد. طبعا الاسيتيك اسيد اللي هي الاسيدات اللي تحتوي على سي دبليو اتش جروب تكون هايلي بولار. زين فاذا احنا مثلا اذا عندنا سامبل وده تصعد السبوتات متقاربه شو نسوي؟ نزيد البولاريه، نضيف بعد ماده بولار مثلا اذا كانت مثلا تحتوي على فورميك اسيد. فرضا مثلا انا عندي سولفنت سيستم يتكون من كلوروفورم اسيتون فورميك اسيد. زين كلوروفورم اسيتون فورميك اسيد، حطيت البليته بالجار صعدت السبوتات ايش بيها؟ راح تطلع متقاربه. ايش اسوي اني حتى ادفع وحده عن الثانيه؟ ازيد البولاريه مالت السولفنت. شلون ازيد البولاريه مالت السولفنت؟ ازيد الفورميك اسيد. قلنا كل الاسيدات تكون هايلي بولار. فورميك اسيد ازيده مثلا نص سي سي او واحد سي سي، راح اشوف السبوتات بدأت تتحرك وتنفصل أكثر. زين هاي معناها أنه هاني شلون أغير بالإليوتينج باور مالت السولفنت. وطبعا عدة هواي أكو أمثلة. For open column chromatography like TLC measure solvent is always choosed in which the solute is highly soluble may be of moderate or non-polar type. Then another solvent is added حتى نزيد أو change the RF value of the solute according to the nature of the solute to be separated. فرضا يقول في مثال يقول إحنا هنا دائما بال TRC نبدي بنون بولار أو سيمي بولار. لهذا أنا شفت إيش بديت أنا قلت لكم كلوروفورم أسيتون فورميك أسيد. إذا أنا أول ما بديت السولفنت سيستم مالتي الكلوروفورم، الكلوروفورم نقول moderate polar او يعني نعتبره non polar بس مو non polar عالي. زين لان هو شفتوا بالتدرج جاي ورا البتروليوم بعدين السايكلوهكسين بعدين الكلوروفورم، وراها اضيف ماده زين ابدي ازيد شويه شويه بالبولاريه، وراها ضفت اسيتون اللي هو بولار هم البولاريه مالته مو عالي يجي ورا الاثيل اسيتيت، وراها ضفت زيدت بعد ضفت الفارميك اسيد اللي هو هايلي بولار. زين فايش راح اسوي اني بهذا السولفنت سيستم مالتي؟ من ارجع اتحكم ب اتحكم دائما بالجزء البولار. زين دائما اتحكم بالجزء البولار اللي هو الفارميك اسيد او الاسيتيك اسيد او غيره. زين او الووتر او مرات اضيف ووتر. زين فهذا اتحكم بيا جزء بالجزء البولار حسب شنو؟ حسب طبيعه السوليوت اللي انا اريد افصله.
فرضا يقول هنا في المثال يقول اذا السيتريكنين الكالويد is separated on TLC السيليكا جل is used and as an absorbent base solvent is of ethyl acetate is used. زين طبعا اكو سولفينات سولفنت سيستم خاص اكو مثلا هذا يقول لك للالكالويد هذا يقول للفينولات هذا للفلافينويدات زين ليش دي يقول هذا فور هذا وهذا فور هذا ليش حسب طبيعه الماده اللي انا اريد افصلها كل ماده شافوا انه هي لها في السولفنت سيستم خاص لها زين او يكون جيد لها انه يعطيها فصل جيد غير عن الماده الثانيه زين اذا اختيار السولفنت سيستم طبعا اختيار السولفنت سيستم كله صعب مو سهل يعني هسه اني مثلا بالدكتوره او بالماجستير اظل من شهر الى تقريبا شهر ونص اني اجرب سولفنت سيستم حتى اطلع السولفنت سيستم اللي يكون جيد او جود فور سيبريشن زين فظل اجرب الى ان احصل على سولفنت سيستم يكون جود فور سيبريشن لهذا اختيار السولفنت سيستم صعب مو سهل بس احنا التجارب مثلا اللي نعطيكم اياها احنا وفق تجربه انه احنا مشتغلين هاي التجربه وهذا الموبايل فيس نعطيها جود سيبريشن نعطيكم اياها حتى ما نتعبكم بس من تروحون تدرسون تخلصون ان شاء الله ماجستير تخلصون دكتوراه لا راح تجون انتم تجربون بنفسكم وتطلعون الموبايل فيس الخاص بكم طبعا اكو كتب زين اكو كتب ايضا همينه تساعد انه حاطه في الستاندرات انه كل ماده لها فد موبايل خاص بيها واحد او اثنين او ثلاثه زين هاي هم نقدر احنا نعتمد عليها وبس هم دائما تفيد لان يعني تعرفون ظروف اللي تاثر على ار اف فاليو يعني مثلا من ندرس احنا برا درجه الحراره مالتهم غير عن هنا زين الرطوبه غير عن هنا طبعا الرطوبه ايضا تاثر على ار اف فاليو ونوع المواد زين درجة الحرارة إذا كلها هاي تأثر على الـ RF value فاحتمال اللي مشتغلي هم إحنا ما يفيدنا زين احتمال المواد إحنا اللي عندنا بنباتنا العراقي زين تختلف عن على المواد اللي موجودة عندهم بغير نبات أو غير دول كل هذا نحطه ببالنا لما ندرس ونطلع الـ solvent system زين The plate is developed in the dissolvent and the RF is recorded. Ethyl acetate being moderately polar. قلنا will not migrate citrulline alkaloid. زين لهذا ايش راح اسوي؟ Because the interaction between citrulline والسيليكات جل راح يكون higher than the interaction between the ethyl acetate. لهذا راح ايش ابدي اضيف؟ راح ابدي اضيف ما قلت لكم راح اتدرج اضيف more polar solvent like الميثانول. إذا هنا ضفنا ethyl acetate بعدين ضفنا ميثانول is added حتى نزيد the polarity of the solvent and hence increase the RF value of citrulline. إذا بال TLC حتى أزيد ال RF value أزيد شنو؟ البولارية مالت من؟ مال السولفنت مو أقللها أزيد البولارية زين حتى أزيد ال RF value هاي وين بال TLC فأني هنا أول ما أبدي بمودريت بولار أو أبدي بنون بولار بعدين أبدي أضيف بولار and highly polar يلا حتى احصل على افضل فصل فهنا مثال على السيتريكنين هو الالكالويد راح يكون الموبايل فيس ايثيل اسيتيت ميثانول ليش ضفت الميثانول حتى اقلل من الانتر اكشن بين السيتريكنين والادزوربنت وازيد الانتر اكشن بين السيتريكنين والسولفنت واحنا هذا اللي نريده انه اني ازيد الانتر اكشن بين السوليوت وبين السولفنت ليش لان السولفنت هو اللي يسوي مايجريت migrate up المن للمادة ويفصلها زين هذا خلوه شي ببالكم انه يعني حتى اذا زيد ال RF value مالت السوليوت زيد البولارية مالت السولفين حتى ازيد ال RF معناها ازيد الدستنس اللي يتحركها المادة على ال TLC plate this what we mean by mixing of solvent لهذا احنا دائما نستخدم ما نستخدم solvent واحد نستخدم دائما ميكس من السولفنت هنا السولفنت اللي راح نستخدمه للسيتريكنين هو ايثيل اسيتيت ميثانول شوفوا الايثيل اسيتيت 98 ميثانول بس مجرد 2 سي سي ليش مس انا مجرد حتى ازيد البولاريه يعني الميثانول هايلي بولار الكحول هايلي بولار سولفنت زين بس انا مجرد زيدت البولاريه مالت السولفنت حطيت ميثانول
طلابك السؤال هنا. لا دكتورة. طلاب ترى كثير أرسي كلش مهم، وإذا ما تفتهمون ما راح تقدرون تفتهموه بعد. نجي على طبيعة السوليوت، شنو اللي يأثر على طبيعة السوليوت؟ هي الفانكشنال جروب. هي المادة شنو؟ عبارة عن ستراكشر بها فانكشنال جروب. هي هاي الفانكشنال جروب اللي هي play big role in the migration of solute. The presence of polar group يؤدي إلى low migration. زين؟ إذا البولار جروب إذا كانت المادة بولار راح تلطش عليه من على البيز لاين. ليش؟ راح يكون الانتر اكشن مالتها ويا السيليكا جل أعلى من الانتر اكشن ويا السولفنت. Also the configuration and conformation عندنا السيسول ترانس have effect on the migration because they will determine the way of attachment of functional group to the adsorbent. قلنا أيضا الconfiguration والconformation تأثر لأن هنا راح يصير stereochemistry. تعرفون السيس والترانس شبيهن الستيريوكيمستري مالتهم مختلف، فاحتمال هنا مالتهم الاتاك ويا من ويا السيليكا جول او ويا الادزوربنت ايضا راح يختلف، وايضا المايجريشن مالتهم بهيك حاله راح يختلف. اذا مو بس الفانكشنال جروب، والكونفيجريشن والكونفورميشن ايضا تاثر على اليمن على المايجريشن مال من مالت السوليوت. هاي النون بولر جروب، هاي تحفظوها. شنو هي النون بولر جروب؟ اللي هي الالكيل CH3O، الفينول CH3CH2. اما البولر جروب زين، هاي طبعا من الاقوى للاقل COOH اللي هو الاسيد، OH كحول، NH2 اميل، SO3H PO3H2. زين هاي البولر جروب، وهذه النون بولر جروب. يعني بصورة عامة الأسيدات الكحولات الأمينات هاي تكون هايلي بولر. زين، وجماعة الألكيلات مثلا تكون نون بولر. The relationship between the molecular weight and the adsorption has rule which says that within similar series. هاي هنا همينة فقط قاعدة اللي عندها هايلي molecular weight مواد يقول الادزوربشن لها قاعده رول which states that within the similar series the adsorption increase with an increase in molecular weight. يعني معناها انه الماده بنفس السلسله، طبعا احنا المولكيولار ويت المواد تكون نفس السلسله، الهاي مولكيولار ويت زين من يزيد الادزوربشن ايضا راح يزيد. This is what called Isoffel-Hertraub's rule. As the adsorption increase خلوا بالكم adsorption من يزيد أقل. Why؟ ليش؟ ازيدها صح. هنا أنا طبعا هاي بالمولكيولار ويت انا ما كنت اتحكم بالمولكيولار ويت مع الماده. زين، هو دا يقول ضمن نفس السيريز كل ما الماده تصير مالتها هاي المولكيولار ويت كل ما الادزوربشن مالتها يعني تكون ثقيل، انه شلون واحد سمين وين يقدر يصعد الدرج؟ نفس الشيء، كل ما واحد سمين اكثر ما يقدر يصعد الدرج، صح لو غلط يعاني ما يقدر يصعد الدرج. فنفس الشيء هنا أنا. كل ما كانت المادة ثقيلة هايلي مولكيولار ويت ما راح تقدر تصعد وتنفصل، فراح يزيد الادزوربشن وبالتالي الار اف مالتها يقل. يسحوا لها تراوبز رول. Natural product may be tracked by running analytical TLC of a fraction from other separation process such as column HPLC. More than one solvent should always be used for TLC separation. طبعا احنا دائما بالتي ال سي نستخدم اكثر من نوع من السولفنت. ليش؟ حتى نثبت هل فعلا الماده موجوده لازم اكثر من سولفنت سيستم. طبعا هاي بالحاله العاديه وايضا حتى بالدراسات. ليش؟ لان من يقعدون بالمناقشه
يقولوا لك انت شلون ثبتت انه هاي الماده موجوده؟ يقول لك يابا مشيتها تي ال سي. يقول لك هذا السولفت واحد مو كافي، احتمال غلط. زين مشيتها بغير سولفنت؟ يقول له لا. يقول له ما يصير، حتى تثبت انه هذا الشيء صح لازم تمشي باكثر من سولفنت سيستم. زين حتى زيد الدلائل مالتك لازم تمشي باكثر من سولفنت سيستم. The similarity of different extracts from the same species can also be assessed in this way. And the decision to combine nonpolar and polar extracts can be made on the basis of identical or similar TLC chromatogram. نجعل preparative TLC. قلنا من البداية TLC يعتبر qualitative and quantitative. Qualitative يعني معناها أقصد بـ analytical، إنه أنا فقط بس أكشف إنه هاي المادة موجودة. زين شنو معنى كوانتيتيف؟ انه انا شلون احصل على هاي الماده ككميه؟ وقلنا من هو اللي يحدد الكاباسيتي مالت السيستم؟ هو الثيكنس مالت الادزوربنت، الثيكنس اوف ذا ادزوربنت. هنا نقول this technique is used for qualitative as well as quantitative. The size of the plates used here لازم يكون اكبر، لازم هنا السايز اللي استخدمها مالت البيت تكون 20 في 20 او 20 في 40 سنتي. زين وهنا الثيك مالت البليت لازم يكون بين من بين نص واثنين، بين النص وبين الاثنين ملم. زين بينما ذاك كان هناك ربع، هنا ايش قد؟ هنا نص الى اثنين ملم. اذا هنا الثيكنس مالت الادزوربنت هو اللي حيحدد الكباسيتي مالت السيستم. من اشوف مكتوب على الباكيت الثيكنس نص الى اثنين معناها شنو؟ نص او واحد معناها انه هذا بروبراتيف تي ال سي. زين من اشوف مكتوب عليها ربع معناها هاي فور اناليتيكال تي ال سي. والفرق الثاني بين البروبراتيف والتي ال سي انه انا هنا بالبروبراتيف ما اخلي السبوتنج ابلاينج ذا سامبل از سبوت، لا اخليها كسلسله. يعني شنو سلسله؟ يعني اخلي سبوت ببطن سبوته، سبوت ببطن اسويها مثل الزنجي. زين او احاول ايش اسوي؟ استخدم بايبت اللي تكون ناعمه زين واسحبها سحب، يعني اسويها كلاين واحد. طبعا هاي الا واحد كلش يعني متمرس بالتكنيشن، بس الطريقه الاسهل انه انا ايش اسوي؟ اجيب سبوته واخلي سبوته الثانيه ببطنها بحيث تصير شلون الزنجيل بالضبط. زين تختلف عن الابلاينج مال الاناليتيكال تي ال سي اللي هو احنا هناك نسوي بس على شكل سبوتات منفرده. زين هناك راح تصعد السبوت بالتي ال سي العادي اللي هو الاناليتيكال تصعد على شكل ايضا سبوتات، بينما بالبريبراتيف تي ال سي تصعد على شكل باندات. زين تصعد على شكل شنو؟ باند، تكون عريضه. For the preparation of such a plate the same technique before in the analytical. طبعا هي نفس الطريقه قلنا بس طريقه السبوتنج تختلف. زين ولازم يكون حجم البليته يكون اكبر من حجم اللي نستخدمها بالاناليتيكال تي ال سي، والثيكنس ايضا يكون اعلى. هنا نقول preparative plate much thicker than the analytical so it should be dried at room temperature overnight before activation in the oven to prevent the cracking of the adsorbent layer. The sample is dissolved in the minimum amount of the solvent and then applied on the plate at distance of 1.5 cm from the bottom of the plate in the form of continuous line. مثل ما قلت لكم استخدام الكابيلاري تيوب or automatic syringe and left to dry then developed in the appropriate solvent. After the development, will the plate are left to dry and then observed under UV lights. Replicate the separated bands. هنا اذا اختلاف انه هنا راح تكون مو راح تكون separated spot، هنا راح تكون separated bands. If the component are not fluorescent then one side of the plate is cut with needle and the adsorbent is cut then the reset of the plate is covered with another glass plate and exposed part is separate. شنو معنى هذا الكلام؟ يقول اذا الماده ما تعطينا UV light زين شلون راح نسوي ديتكشن؟ شو نسوي بهيجي حاله؟ اما نغطي جزء من البليته، طبعا انا هاي مرت بيها بالماجستير
انه انا الماده مالتي ستيرويد والستيرويد ما ينطي تحت اليوفي، فلازم بيش ارشها، ارشها فانيلين واش تو اس الفا. فايش كنت اسوي؟ هي البليت 20 في 20، اجيب جزء بسيط من عندها فت خط اغطيه باذر بليته وارش بس هذا الجزء اللي طالع حتى بس اميز وين مالتي الماده. زين شو اسوي؟ اغطيها وارشها بفانيلين واش تو اس الفا. زين واخليها بالاوفن بس اخليها على درجه حراره خفيفه حتى بس مجرد اكشف وين الالوان حتى اكشط زين واجمع واسوي بعدين كوانتيفيكيشن. شنو معناها اكشط؟ يعني من راح تجي الباند اللي انا اريدها اللي طلعت شو اسوي؟ اكشطها لهاي السيليكا كلها، اكشطها بيش؟ اكشطها بفد اله حاده مثل السكينه بس هي خاصه للسيليكا. زين اكشطها كليتها واجمعها، ابدي اجمع هاي السيليكا وبها الماده اجمعها بكونتينر. زين وبعدين اخر شيء اذوبها بميثانول واسوي لها فلتريشن واحصل على الماده مالتي. زين فهاي اذا ما تطيوفي، واذا تنطيوفي طبعا بعد اسهل تحت اليوفي، بس مجرد اني احط اسويها احوطها بالقلم الرصاص زين واكشط هاي الماده وابدي اجمعها. Then the glass plate is removed and the different components which are separated in the form of band and removed or scrapped. نكشطها ونحطها بالفلاسك وبعدين نذوبها وبعدين نسوي لها فلتريشن. زين ورا ما نسوي لها فلتريشن ايضا راح نجففها وبعدين نسوي لها كوانتيتيف اناليسيس، يعني معناها نوزنها وبعدين نسوي لها فيردر ايدنتيفيكيشن، نسوي لها اي ار، نسوي لها ان ام ار. زين او نوديها اتش بي ال سي حتى نثبت انه، او ماس سبكترومتري حتى نثبت انه هي هاي فعلا هاي الماده اللي عندنا. زين شنو الفائده التي ال سي اوفر البيبر كروماتوغرافي؟ ليش بطلنا نستخدم البيبر؟ يقول سمول كوانتيتيز ار ايزلي ديتكتد باي تي ال سي، قطرات السبوت مور كومباكت اند كلير ان تي ال سي ذان البيبر، يكون السبوت تكون واضحه ومور كومباكت، بينما بالبيبر كروماتوغرافي احتمال تتطشر السبوت. وي كان يوز دراستيك ريجنت ان تي ال سي، مثل عندنا كونستريتد اتش تو اس او 4، قلنا لكم انه احنا بحاله البيبر ما نقدر نستخدم الاتش تو اس او 4. But we cannot use it on paper chromatography. زين هاي الادفانتجز اوف تي ال سي اوفر بيبر كروماتوغرافي. طلاب هنا اكو احد عنده سؤال؟ هسه خلصنا من تي ال سي، راح ناخذ محاضرتنا طبعا هي مالت اليوم اللي هي كولوم كروماتوغرافي. Column.